السلام عليكم ورحمة الله. أول خبر رجوي بعنوان: رسميا محسن ياجور بالدوري السعودي. وفي محتوى الخبر، أعلن فريق دمك السعودي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسميا على انتداب هداف الرجاء الرياضي والدوري المغربي ب 19 هدف محسن ياجور، ماشي جاور اللاعب السابق زكريا حدراف اللي بدوره رحل على الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي. وهكا كيتأكد الخبر اللي خرجنا به في السابق بخصوص رحيل محسن ياجور للدوري السعودي وينهي العقد ديالو مع الرجاء، بالرغم من انه كان جدو في الموسم الماضي. الان الرجاء بعد ما كان مطالب بتعويض زكريا حدراف، ها هو نضاف كذلك مركز مهم واللي هو مهاجم صريح، خاص يتم تعويضهم في اقرب وقت باش تدخل الرجاء المنافسات مكتمله الصفوف. الرجاء يدخل غمار العصبه بلقاء بيرغاما. وجاء في محتوى الخبر ان القرعه الخاصه بدوري عصبه الابطال الافريقيه بالنسبه للدور التمهيدي وقعت فريق الرجاء الرياضي مع فريق بيرغاما يونايتد الغامبي بطل الدوري المحلي الموسم الماضي. لقاء الذهاب غيكون بين 9 و11 غشت في غامبيا، والاياب في الدار البيضاء بين 23 و25 غشت. وبحال تجاوز الرجاء للدور التمهيدي غيواجه في الدور الموالي المنتصر من مباراه مكاف من افريقيا الوسطى والنصر الليبي. لقاء الذهاب غيكون ايضا خارج المغرب بين 13 و15 سبتمبر، ولقاء الاياب بين 27 و29 سبتمبر في الدار البيضاء. وبحال تجاوز النزول الخضر لهذه الادوار غيكون نجح في الوصول لدور المجموعات ان شاء الله. خبر اخر بعنوان نظره على خصم الرجاء بعصبه الابطال. وكتب المدون عدنان الشطراوي بعض المعلومات الخاصه بالفريق الغامبي اللي غيواجه فريق الرجاء في الدور التمهيدي من عصبه الابطال الافريقيه، وجاو على الشكل التالي: تعتبر مدينه بيرغاما الغامبيه احدى اكبر مدن البلاد، حيث تقع جنوب العاصمه بانغول، ويبلغ عدد سكانها قرابة 43,000 نسمه. فريقه المحلي بيرغاما يونايتد هو بطل الدوري الغامبي لموسم 2018-2019، حيث تصدر الترتيب العام برصيد 46 نقطه بعد خوضه 26 دورة، فاز في 12 مقابلة، تعادل في 10 ونهزم في 4، سجل هجومه 27 هدف وتلقت شباكه 15 هدف. يتوفر فريق بيرغاما على قائمة مكونة من 23 لاعب جميعهم محليين باستثناء متوسط الميدان مودو جالو المزداد بالسويد من والدين غامبيين، هو من مواليد سنة 1981، بدأ مسيرته الكروية سنة 2007 بفريق أولو الفنلندي، ثم انتقل للفريق السويدي بيك فورورد سنة 2011، والذي قضى في صفوفه موسما واحدا فقط قبل أن ينتقل لفريق بيرغاما الغامبي صيف 2012، والذي خاض معه الموسم 7 السابقة. إضافة لجالو، يتوفر فريق بيرغاما على لاعبين دوليين في المنتخب الغامبي، يتعلق الأمر بقلب الدفاع دانيال ميندي البالغ من العمر 21 سنة، والذي تدرج في كافة الفئات العمرية للمنتخب الغامبي، ثم الظهير الأيمن حميدو بوجانغ البالغ من العمر 23 سنة، والذي يمارس مع المنتخب الغامبي منذ شوشنبير 2016 ضد منتخب الكاميرون، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني في اللقاء الذي شهد هزيمة غامبيا بهدفين لصفر. للإشارة فقط، اللقاء الأخير للمنتخب الغامبي أمام المنتخب المغربي بمراكش لم يشهد مشاركة أي لاعب من فريق بيرغاما يونايتد. هذه المرة خبر من عند الصحفي أيوب البصري بعنوان للمرة الثالثة يغادر ياجور الرجاء. وكتب الصحفي الرجاوي أيوب البصري تدوينة على حائط الحساب الخاص به في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها أن بعد انضمام الهداف الرجاوي محسن ياجور نادي دمك السعودي لمجاورة زكريا حدراف، كيكون ولد سباتة غادر نادي الأم للمرة الثالثة في مشواره الكروي. أول مرة كانت سنة 2007 في اتجاه كياسو السويسري بالطريقة اللي كيعرف الجميع بعد ما هرب من النادي. ثاني قرار بالرحيل تاخذه سنة 2014 بتوجهه صوب المغرب التطواني ومشاركته في المونديالتو للمرة الثانية تواليا. الرحلة الثالثة الآن صوب السعودية برغبة شخصية من اللاعب واللي سبق ليه وخاض تجارب عديدة في قطر. وضاف أيوب البصري من المرتقب أن محسن ياجور يتخلى على بعض المستحقات المالية لصالح الرجاء، وغيكون حميد أحداد هو الأقرب لتعويضه في خانة قلب الهجوم النادي الأخضر. خبر آخر بعنوان رسالة وداع غوليادور الرجاء. وكتب محسن ياجور على الصفحة الخاصة به في فيسبوك رسالة ودع بها الأصدقاء ديالو للجمهور الرجاوي، وكتبها على الشكل التالي: رسالة وداع لكل أصدقائي في الفريق ولكل جماهير القلعة الخضراء، اليوم أعلن رحيلي عنكم ولكن وصلت إلى نقطة النهاية. رسالتي الأخيرة وجهها إلى كل الجماهير الرجاوية الذين كانت لهم مكانة غالية في قلبي، قضيت لحظات حلوة ولحظات مرة، تعرفت على أصدقاء في الفريق وكن لهم كل الاحترام، ولكن هي مراحل بحياتنا، نرحل ونودع من نحب، أتمنى أن أكون قد تركت بصمة طيبة لدى البعض منكم، انتهت لحظاتي الجميلة بينكم كما ينتهي أي شيء جميل في هذه الحياة بسرعة، ولكن لابد أن نصحو يوما على حقيقة الوداع التي نعيشها، أحببتكم وأحببت تواجدي بين جمهور عالمي، أرجو أن تذكروني بالخير وإن كنت أسأت لأحدكم فليسامحني وشكرا للجميع، أحبكم سلامي للجميع والجميع في قلبي وسامحوني مع السلامة، ديما ديما رجاء.
خبر جديد بعنوان الرجاء يفشل في فسخ عقد لاعب رفضه كارتيرون، وفشل فريق الرجاء الرياضي في فسخ عقد اللاعب سيف الدين العالمي رغم إبعاده من لائحة لاعبي الفريق اللي شاركوا في التجمع التدريبي للفريق الأخضر في أكادير، وتشبث العالمي بالحصول على مستحقاته العالقة بذمة الفريق الأخضر في الوقت اللي كيحاول فيه المكتب المسير إقناعه بضرورة التنازل على جزء من مستحقاته مقابل فسخ العقد، وغيضطر الرجاء لأداء مستحقات اللاعب بعد ما تم إسقاطه من لائحة الفريق الأخضر، إذ كيتعتبر ذلك بمثابة فسخ العقد من جانب واحد غيمكن اللاعب من الحصول على جميع مستحقاته. وفشل سيف الدين العالمي في كسب رسميته رفقة الفريق الأخضر سواء مع المدرب الإسباني غاريدو أو الفرنسي كارتيرون اللي قرر التخلي على خدماته من الموسم الماضي. خبر آخر بعنوان إعفاء الرجاء والوداد من مصاريف تنقلهما بإفريقيا، وجاء في محتوى الخبر أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت تكلف مصاريف سفر الرجاء والوداد الرياضيين بالقارة السمراء لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا بداية من النسخة المقبلة واللي غتنطلق رسميا في 9 من غشت المقبل بإجراء منافسات الدور التمهيدي. وكشف مصدر مسؤول أن الكاف اتخذت قرارها على هامش لجنة المسابقات بالقاهرة واللي كيهم جميع الفرق المشاركة بدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي في محاولة التخفيف من الأعباء المادية للأندية. ووضح المصدر ذاته أن المداخل اللي حققتها الكاف بكأس إفريقيا للأمم بالقاهرة شجعتها على التكفل بمصاريف الأندية. هاد المرة مع البطولة وخبر عنوانه الرجاء يهنئ نجم بيتيس المخضرم خواكين، وهنأت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي اللاعب الإسباني المخضرم خواكين سانشيز جناح ريال بيتيس الإسباني بعيد ميلاده 38 قبل اللقاء الودي اللي غيجمع بين الفريقين يوم الرابع من غشت المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. ونشرت الصفحة الرسمية تدوينة كتحمل صورة لنجم فالنسيا سابقا وعلقات عليها بالقول عيد ميلاد سعيد خواكين سانشيز نتطلعوا إلى رؤيتك في مدينة الدار البيضاء. وكيتعتبر خواكين من الأسماء المتألقة في صفوف الفريق الأندلسي رغم تقدمه في السن، بحيث نجح لحد كبير في الحفاظ على مستواه ونسقه المعتاد. خبر جديد بعنوان لاعب رجاوي آخر بالمغرب الفاسي، والتعاقد رسميا الفريق المغرب الفاسي اللي كيلعب في القسم الوطني الثاني في الدوري الاحترافي مع اللاعب الرجاوي السابق ياسين الوكيلي بعقد كيمتد لجوج مواسم، وجاء التعاقد بطلب من المدرب سمير يعيش اللي كيعرف اللاعب والمؤهلات اللي كيتوفر عليها. اللاعب ياسين الوكيلي هو نتاج خالص مدرسة الرجاء بحيث درج جميع الفئات العمرية للنسور الخضر ولعب كذلك مع الفريق الأول، كان بدا مع جيل عبد الإله الحفيظي وصعدوا بجوج للفريق الأول في عهد المدرب السابق محمد فاخر قبل ما يغادر الوكيلي النسور ويخوض عدة تجارب في عدة فرق من بينها شباب الريف الحسيمي وسريع واتزم. نمروا للفقرة الثانية من هذا العدد ونتكلموا على الأخبار المتداولة بخصوص ميركاتو الرجاء. أول خبر بخصوص الميركاتو الرجاوي بعنوان اتفاق شبه نهائي مع حميد أحداد، وأكد الصحفي الرياضي أسامة بن عبد الله أن فريق الرجاء قريب من التعاقد مع اللاعب الزمالك المصري حميد أحداد بعقد كيمتد الموسم واحد على سبيل الإعارة في الوقت اللي فريق الزمالك المصري كيطالب ب 350 مليون سنتيم الموسم واحد إعارة، بالمقابل الرجاء كتعرض 150 مليون مع بند شراء ب 450 مليون سنتيم. فريق الزمالك كيدرس العرض المقدم من الرجاء ومن المرتقب يتم الاتفاق مع الرجاء الرياضي في هذا الصدد، خصوصا ان الغريم الوداد قريب يوقع المهاجم ايوب الكعبي ويصرف النظر على احداد. الساعات القليله القادمه كفيله بكشف وجهه حميد احداد اللي تلقى اتصالات من الرجاء والوداد بهدف استقطاب اللاعب. ثاني خبر بعنوان مراد باتنا هل يفعلها جواد الزيات، واعلن اللاعب مراد باتنا رسميا رحيله على صفوف نادي الوحده الاماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب باتنا في التدوينه هنا تنتهي رحلتي معكم لكل بداية نهاية، سنتين أكثر من رائعة فزت معكم بلقبين وكنت جزءا من تاريخكم، شكرا للجماهير لمساندتكم لي منذ قدومي للفريق. وتداولت الجماهير الرجاوية هذا الخبر بحكم أن اللاعب أصبح حر، مما يعني ما غاديش يكلف خزينة النادي ماديا ويكون جواد الزيات في حاجة لإقناع اللاعب فقط دون الدخول في مفاوضات أيضا مع الفريق. وطلبت جماهير الرجاء الإدارة بإقناع اللاعب مراد باتنا بحمل قميص النسور والإسراع في التعاقد معه.